دفعات جديدة من الضباط المؤهلين ينضمون إلى صفوف القوات المسلحة بعد خوضهم مرحلة تدريبية مكثفة تم إعدادهم فيها عسكرياً وعلمياً وبدنياً بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يكلفون بها في حماية الوطن وصون مقدساته. مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 52 من الكلية العسكرية والدفعة 27 من ركن البحرية بدأت بتقديم الطلبة عرضاً متميزاً أظهر ما يتمتعون به من درجة تدريبية عالية، كما قدم الضباط عروضاً لمجموعة من المعزوفات الموسيقية التي أظهرت الأداء العسكري الراقي والذي يوضح الدرجات العالية في التدريب، كما جسدت المعزوفات ملامح نضال الشعب الليبي من جيل إلى جيل. القائد العام للقوات المسلحة أكد خلال كلمته الملقاة أثناء الحفل أن بتخريج الدفعة 52 من الكلية العسكرية والدفعة 27 من ركن البحرية سيستمر العمل لحماية الوطن والشرف من كيد الكائدين والغزاة المعتدين. مهما بلغ حجم الصعوبات والتحديات ومهما قست الظروف واشتدت المحن، لنضمن سلامة الوطن ووحدة أراضيه وحرية المواطن وسيادته فوق أرضه وتحقيق أمنه وأمانيه، ولنقطع الطريق أمام الإرهاب الواهم بالاستيطان والتمكين في أرضنا والتحكم في مصيرنا بالعنف والترهيب، ونواصل بكل ثبات بناء قواتنا المسلحة لنحمي أرضنا وندافع عن شرفنا وكرامتنا عن عزتنا وكبريائنا. كما حيا قائد الجيش الوطني المتظاهرين بمدينة بنغازي لرفضهم الاحتلال التركي للبلاد، معربا عن تضامنه للشعارات التي رفعت خلال التظاهرة، مشيرا إلى أن الليبيين سيدفعون الدماء فداء للوطن. وفي غضون ذلك أكد القائد العام أن الاستجابة للمطالب المتكررة من الدول الصديقة والمجتمع الدولي بشأن التسوية السياسية لا تجعلنا نقبل استغلال الظرف لجلب السلاح والمرتزقة. واختتم المشير خليفة حفتر كلمته بتحية للجيش الوطني على تضحياته وانتصاراته وثباته أمام وجه العدو وتنفيذ الأوامر والتعليمات تنفيذا مضبوطا. نحيي جيشنا الوطني البطل على تضحياته وانتصاراته، نحيي ضباطنا وجنودنا الأبطال في جميع جبهات المواجهة على صبرهم وثباتهم، نحييهم على انضباطهم والتزامهم بما يصدر عن قياداتهم من أوامر وتعليمات وحرصهم الدائم على سلامة المدنيين وممتلكاتهم. المجد والخلود لشهداء الأبرار. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والخزي واللعنة على الخونة والعملاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفعات عسكرية جديدة من الضباط تلتحق بصفوف القوات المسلحة وتجسد معاني القوة والإرادة والتصميم على بناء الجيش الوطني بناء كاملا مهما بلغ حجم الصعوبات والتحديات، كون الجيش درع الوطني وسيفي